بمناسبة انتقالي إلى غرفة جديدة وإلى مكتب جديد، سأروي لكم 5 حقائق عني. هذه 5 حقائق يقوم بها أغلب اليوتيوبر سواء كان أجانب أو عرب بوصولهم إلى رقم معين، وأنا اخترت مناسبة انتقالي إلى مكتب جديد لأقول لكم هذه 5 حقائق. في البداية، اسمي بالكامل محمد مفتاح الصغير، من ليبيا، أعيش في مدينة طرابلس، من مواليد سنة 1997، بتاريخ 2 يونيو، أي 2/6، يتزامن هذا التاريخ في نفس يعني التاريخ الذي أطلقت فيه لغة سويفت المبرمج بها نظام iOS، يعني نظام iOS مبني على لغة سويفت. هذه اللغة أطلقت لأول مرة وتم الإعلان عنها في تاريخ 2/6، وأيضا أنا هذه في 2/6، وهذا يعني يفسر جزء من حبي لأجهزة iOS وإلى أجهزة أبل كما لاحظتم يعني في القناة وأغلب الشروحات التي أقوم بها. بالنسبة لي شخصيتي أيضا، فأنا يعني شخص انطوائي، شخص وحيد، أحب الوحدة، أحب العزلة، أكره الخروج من المنزل، شخص غير اجتماعي أيضا، حتى في الشبكات الاجتماعية وفي الانترنت يعني غير اجتماعي، لا أحب الدردشة أبدا. استغربون كيف لدي مدونة وأتواصل مع المتابعين وغيرهم ذلك، ولكن على العموم يعني أكره يعني نوعا ما يعني التواصل الخاص، أما في مواضيع تقنية والدردشة فيها فائدة فلا توجد أي مشكلة. بالنسبة لدراستي، فتخرجت من الثانوية في تاريخ 9/6/2014، وإلى حد الآن لم ألتحق بالجامعة. تسألني لماذا وهل لا تريد أن تقرأ وغيره من ذلك، فلا يعني واجهتني العديد من المشاكل بالنسبة للدراسة. ذهبت إلى حوالي يعني كلية في الجامعة وكلية خارج جامعة طرابلس. هذه الكلية يعني ذهبت إليها مرتين وتم رفضي بسبب امتحان قبول يعني الذي لا يعني لا يقيم الطالب وغير هذا، يعني لا أتطرق إلى التفاصيل، فتم رفضي من قبل هذه الكلية يعني مرتين، ذهبت مرة وانتظرت 9 أشهر وذهبت مرة أخرى وتم رفضي. كذلك يعني كلية في الجامعة ذهبت إليها مرتين، معاهد يعني معهد أيضا تم رفضي من معهد مرتين، وهذا السبب يعني يرجع لي تخصصي في الثانوية، فقد درست علوم حياة وأنا أريد أن أدرس تقنية معلومات، فواجهت العديد والعديد من المشاكل، وإلى حد اليوم لم أدرس ولم ألتحق بالجامعة، فكل يوم هنا على المدونة لتصوير الحلقات وكتابة التدوينات. هذا بالنسبة للدراسة وأيضا شخصيتي وتاريخ ميلادي المتزامن مع إطلاق لغة سويفت. أيضا يعني لم أقل لكم بأنني يعني شخص يعني طيب، نعم طيب، أكره المشاكل، أكره بكاء صوت الأطفال، أكره يعني الدوشة أو الإزعاج، وأكره أكثر شيء يعني هذه حقيقة لوحدي، هذه الحقيقة الثالثة، أكثر شيء يغضبني عندما أريد الخروج من المنزل وأفتح الباب ولا أجد شبشب أمام الباب هذا أكثر شيء يعني يغضبني، يعني أكثر شيء يغضبني بصراحة، يعني أخرج ولا أجد يعني الحذاء الخاص بي أمام الباب، فهذه مصيبة بالنسبة لي. أما بالنسبة للمدونة وبالنسبة للقناة على اليوتيوب، فتم إنشاء المدونة في البداية في تاريخ 11/4/2014، في يعني 11 أبريل 2014. تم فكرة المدونة يعني لم أكن مخطط لها سابقا، فجأة هكذا ودردش مع صديق من تونس، تدرمج حمار مش عارف هيك، هذه احد المشاكل، هذه سنمر الى احد المشاكل التي تواجهني دائما في سواء في المكتب الاول او في المكتب الثاني. تسكر الدار بالمفتاح يجيك طبه، ما تسكرش الدار بالمفتاح تحرق تحشى، برعب بالميه، برا جيب خبزه، برعب بالبنزينه، ها هذه احد المشاكل. خلاص عشان بين كره جبت بروح، هذه معنا نمر للحقيقه الخامسه اللي هي طريقه انشاء المدونه. المدونه لم تكن يعني كما قلت لكم فكرتها من حوالي اسبوع او يومين، هذا فقط يعني مدردش مع صديق من تونس في ذلك اليوم 11/4، وهكذا مدردش، ففجأة خطرت ببالي فكرة إنشاء مدونة، لأني كان لدي مدونة سابقة يعني لا غير مدونة يعني هكذا فقط، وأيضا كان لهم مدونة خاصة يعني برنامج معين يعني مدونة بسيطة جدا. فقلت له لماذا لا نقوم بإنشاء مدونة أنا وأنت، يوجد بها جميع مواضيع الإنترنت وكل ما له علاقة بالتقنية، وكنا يعني في البداية نحب يعني وهو أيضا يحب مجال اللينكس والهاكينج يعني توزيعات اختبار الاختراق، وكانت الفكرة في الأساس لأن ننشئ هذه المدونة لهذا المجال. فبعد إنشاء المدونة وكتابة بعض التدوينات المبدئية في يعني في تاريخ 12/4/13/4، يعني بعد إنشاء المدونة واختيار اسم وكل من هذا،
ابتعد يعني الصديق، يعني هذا الصديق من تونس يعني ابتعد عن المدونة ولا أدري يعني أي شيء عنه الآن، لم يفتح من ممكن ذلك الوقت يعني، وابتعد عن المدونة، وحتى في الفيسبوك الخاص به لا يفتح. فكملت المدونة لوحدي وبدأت في التدوين. كان في البداية طرق إلى مواضيع أكثر شيء الحاسوب والمواقع والبرامج للويندوز وغيره من ذلك، ولكن مع استمرار الوقت وجدت بأن هذا الأمر لا يجدي نفعا. السبب الأول لأن أغلب المدونات وأغلب القنوات تتطرق إلى مجال الحاسوب ومجال المواضيع، يعني أغلب المواضيع يعني تتشابه، وحتى المستخدمين العاديين الآن لم يعودوا يستخدمون الحاسوب بكثرة، يعني العامة عامة الناس الغير مهووسين لا يلمسون الحاسوب بفترة الأسبوع، وأكثر شيء يستعملون الهواتف الذكية الأندرويد والآيفون. وبما أني لدي هاتف آيفون فأردت أتطرق أكثر إلى جانب الآيفون والآي أو إس، ولعلكم تشاهدون هذا، وهذا الأمر يعني عاد بنسبة مشاهدات أكثر من السابق. يعني في البداية كنت أتطرق إلى مجال الحاسوب، وصلت إلى حوالي 100 حلقة، كان لدي 200 مشترك فقط، والآن وفي يعني فترة وجيزة وبعد تعمقي في مجال الآي أو إس وصلت إلى 11,000 مشترك، وبفترة وجيزة يعني مقارنة بالسابق، فهذا أمر رائع للغاية. وبالتالي أحببت أن يكون المحتوى غني بالآي أو إس، وأيضا اتطرق إلى بعض المواضيع الأخرى في بعض الأحيان، حاسوب وربح من الإنترنت وأندرويد، أيضا يوجد شروحات أندرويد في القناة. فبالتالي أكثر شيء يعني موجود في القناة والمدونة هو محتوى الآي أو إس. أيضا أصعب شيء واجهني في المدونة إلى حد الآن هو اختيار الاسم. ففي البداية كنت أفكر في فريق مش عارف مني، هاكينج تيم، هاكر تيم، وجوه هو يعني، فحتى وصلت إلى اسم العالم الافتراضي، ويعني اسم رائع وغير مستخدم قبل، يعني اسم مميز، وتم إنشاء المدونة على هذا الأساس كما ترى أمامك، العالم الافتراضي. الصعوبات التي تواجهني إلى حد الآن هي مشاكل الكهرباء الذي ينقطع كل يوم، تأتي يعني فترة أسبوعان 3 أسابيع لا ينقطع، ولكن سيعود يعني وينقطع ب 12 ساعة في اليوم. انقطاع الإنترنت، عندما ينقطع الإنترنت يحتاج أقل شيء إلى أسبوع حتى يتم إصلاحه، يعني هذا أقل شيء. في أحد المرات يعني انقطع عضلة 60 يوم. هذه بالمشاكل المادية، الكهرباء، الانترنت ايضا، كذلك المال، يعني لا املك المال حتى الى حد الان. يعني كان المفترض عند انتقالي الى مكتب جديد اشتري كرسي جديد، ولكن لحد الان اجلس على كرسي بلاستيك فرأيتموه في المكتب السابق، فلا توجد اي مشكلة. ايضا هذه المكتبة اتت مع الغرفة، يعني السرير والدولاب واي من هذا، ولكن ساستبدلها، ساتركها فقط يعني توجد بها الكتب، وساشتري طاولة وسيت اب جديد وكرسي جديد. كذلك يعني كنت أصور باستخدام ترايبود ابتكار أنصحك بمشاهدة الجولة اللي تقمت بها في مكتبي السابق، فالآن أتوفر على ترايبود، اشتريته ب 85 دينار في أول أمس على ما أعتقد، يعني ترايبود رائع للغاية. أيضا في الأسبوع القادم ويعني مخطط لشراء كاميرا والعديد من المعدات. فقط يعني هذه هي بعض الحقائق وبعض يعني الأمور الشخصية التي أحببت أن أشاركها معكم في بمناسبة انتقالي إلى مكتب جديد. يعني لا يوجد أي ورقة ولا أي كراسة، يعني الكلام الذي قلته لكم أتى هكذا وبعد تصوير الفيديو، عندما ضغطت على زر بداية التصوير لم يكن لدي أي أفكار في رأسي، فأتت الآن وأنا أصوركم يعني بمثابة يعني دردشة بيني وبينكم للتواصل يعني والتقرب أكثر من المتابعين. ليس دائما حلقات تقنية حلقات تقنية حلقات تقنية، فأحببت أن أدردش معكم يعني قليلا وأريكم بعض الحقائق عني. إذا كان لديك يعني أي استفسار أو أي يعني سؤال شخصي بالنسبة لي يمكنك طرحه، وإن شاء الله سأحاول إجابة قدر المستطاع يعني، وأجيبك عن هذا السؤال الشخصي بإذن الله. لم قلي سوى ودعكم، نلتقي في حلقة قادمة وفي موضوع جديد إن شاء الله. أيضا أريد أن أخبركم بأنه سيكون هناك بث مباشر يومي، يعني لازلت أخطط إلى حد الآن لاختار وقت مناسب، لأنني في المساء أذهب إلى النادي الرياضي ولا أحصل على الكثير من الوقت، فسأحاول أنسق حتى يكون هناك وقت يعني محدد لا أتغير فيه عن البث المباشر. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، إلى اللقاء.